والآن مع الجزء الثاني من درس السيدة رفيدة الأسلمية رضي الله عنها. في هذا الجزء سوف نتعرف على ملامح شخصية السيدة رفيدة الأنصارية، حيث قال ابن هشام في سيرته: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ رضي الله عنه في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. ومعنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد خصص للسيدة رفيدة رضي الله عنها خيمة في مسجده كانت تعمل بها على مداواة الجرحى وعلاج كل من يصيبه داء أو مرض أو جرح، وكانت تفعل ذلك بشكل تطوعي لا تأخذ عنه أجرا. وحينما أصيب سعد بن معاذ في الغزوة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يحملوه إلى خيمة رفيدة حتى تقوم بمداواته ومعالجته. ومن هنا نتجه إلى تحديد ملامح شخصية السيدة رفيدة، فالاسم هو رفيدة بنت سعد الأسلمية الخزرجية الأنصارية من قبيلة بني أسلم، إحدى قبائل الخزرج في المدينة المنورة التي كان يطلق عليها اسم يثرب، ومكانتها صحابية جليلة من صحابيات الرسول، وكانت تجيد القراءة والكتابة، وكانت ثرية، وكانت ذا منزلة اجتماعية كبيرة، ولها مكانة عالية بين قومها. امتهنت مهنة التمريض والطب والمداواة وفن الجراحة، وتفوقت في هذه المهنة حتى اشتهرت وعرفت بين الصحابة بأنها ماهرة في التمريض، فكانت صاحبة أول مستشفى، وكانت معروفة بمهارتها في الطب والعقاقير والأدوية وتصنيعها والجروح وتضميدها والكسور وتجبيرها. فنشاطها المهني هو معالجة الجرحى والمصابين، وكان مكان هذا النشاط في خيمة أقامها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي.